مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحات الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية خلال صبيحة الغد على السواحل الغربية والوسطى. تبقى الأجواء مشمسة خلال النهار نحو السواحل الغربية، قليلة السحب بسواحل الوسطى، بينما نحو السواحل الشرقية ستشهد بعض الأمطار المحلية. الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بالنسبة للمرتفعات الوسطى ومنطقة الأوراس، وهذا خلال الظهيرة. ستزداد غزارة على المناطق الشرقية خلال أواخر النهار. الرياح أيضا ستشتد خلال ظهيرة الغد نحو سواحل الوسطى وكذلك الغربية. جنوبا أجواء مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، وتنتشر بعض السحب الركامية التي تبقى بدون فعالية نحو مناطق أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي، مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد بإذن الله سنسجل أدنى مقياس بالبيض ب 18 درجة، في حدود 19 درجة بوهران، كذلك بتلمسان، بقسنطينة. الحرارة الدنيا أيضا ستصل إلى 21 درجة بالعاصمة، بغليزان، بباتنا. 22 درجة ستكون على مقياس شمالا بسكيكدا وعنبة، أما جنوبا لن تتعدى 19 درجة فقط بتندوف، في حدود 23 درجة ببشار، 28 درجة بشمال الصحراء، وترتفع إلى 30 درجة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب، فيما لن تتعدى 24 درجة بكل من تمن راست وجنت. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستقارب 29 درجة فقط بوهران، بسكيكدا، بعنابة، 28 درجة كأدنى مقياس بقسنطينة، 32 درجة بتيزي وزو والبيض، أعلى مقياس 34 درجة بغليزان جنوبا، 36 درجة منتظرة بتندوف، 38 درجة ببشر، بسكرة، ورقلة وتمن راس، وترتفع إلى 40 درجة بشمال الصحراء، لتقارب 45 درجة كأعلى مقياس بكل من الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية. الرياح ستكون ضعيفة خلال الصبيحة لكن ستصبح معتدلة بسواحل الوسطى والغربية خلال الظهيرة، قد تشتد لغاية 50 كيلومتر في ساعة، تأتينا ضمن تيارات شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية بسواحل الشرقية. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و31 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و52 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.